أهلا وسهلا بيكم في الصالون 84 لحركة علمانيون. ضيفنا النهاردة هو شخصية استثنائية، اشتغل في القهاوي والمطاعم والبنزينات، اشتغل محامي وسواق تاكسي ومدافع عن حقوق الإنسان. ضيفنا النهاردة هو واحد من النخبة الحقيقية، هو روائي وقاص وشاعر، له العديد من الروايات منها الخروج الآمن ورائحة الأنوثة وعشق الحياة، ليه أيضا العديد من الروايات منها روح الخلود وفؤاد المدينة وأحلام حقيقية. ضيفنا النهاردة هو الأستاذ كرم صابر. بس قبل ما نبدأ الصالون النهاردة وبمناسبة كلامنا عن الأحلام الحقيقية، أحب أفكركم بحلمنا في يناير 2011. بس شفنا الاضطهاد والتحرش، شفنا الجهل والفقر وانعدام الرؤية، شفنا اضطهاد وكراهية لكل مختلف في الدين أو العقيدة، وبيقولوا تسامح، ولما نبدأ في التساؤل يمنعوك ويقولوا لك ده الدين. شفنا احتقار للمرأة وتسفيه لعقلها وتسفيه لأحلامها وطموحاتها، وبيقولوا تكريم، ولما نبدأ في التساؤل بيمنعوك وبيقولوا ده الدين. شفنا مجتمع من القبائل، قبيلة للمسلمين وده شيخها ولازم تسمع كلامه، وقبيلة للمسيحيين وده كبيرها ولازم تسمع كلامه، ولما نبدأ في التساؤل فين الحداثة وفين المواطنة وفين الحرية يمنعوك ويقولوا لك اللي مش عاجبه يهاجر. شفنا ان بلدنا خارج مسار الحضارة، ازدراء للعلم، ازدراء للأدب، وازدراء للفن، وازدراء للإنسان، وكل حل بيتم طرحه بيعيد إنتاج نفس المشكلة. نقول وسطية بدل ما يقولوا إن الإنسان من حقه يفهم الدين من غير وصايا. ناخد رأي مؤسسات كهنوتية بدل ما يعلو من سلطة القانون. نعمل لجنة ونقول إن الرواية مش مخالفة للثوابت. طيب ولو كانت مخالفة للثوابت؟ علشان نرجع لمسار الحضارة لازم أي حد يتساءل ما يتمش قمعه. لازم لما حد يتساءل سؤال زي أين الله ما يتمش قمعه وما يتمش حبسه وما يتمش اضطهاده. علشان نرجع لمسار الحضارة لازم نرجع نتساءل. وعلشان كده أسسنا حركة علمانيون. أسسنا حركة علمانيون عشان نرجع منتجين للحضارة. أسسنا حركة علمانيون عشان مؤمنين إن لكل مصري الحق في حرية الفكر والرأي والتعبير عن فكره ومعتقده. أسسنا حركة علمانيون عشان لحظة زي دي. هنفضل مكملين بيكم وهنفضل مكملين بدعمكم. شكرا لحضوركم النهاردة. هسيبكم مع أستاذ كرم في مناقشة روايته ومجموعته القصصية أين الله في الجزء الأول، فبعد كده استراحة لمدة 10 دقائق لتوقيع الكتاب. في الجزء الثاني هينضم لنا المستشار محمد حجازي للتحدث عن ملابسات القضية والظروف المحيطة بها. شكرا لك. مساء الخير. شكرا لعلمانيون وشكرا لحضراتكم، ويعني على الوقت وعلى الجهد اللي حضراتكم بذلتوه وجيتم وعطلتوا نفسكم عشان يعني تسمعونا وتشوفوا تتعرفوا على الموضوعات او المشاكل بتاعه القضيه. ما اعرفش لما الزملاء في علمانيون اتصلوا بي يعني وقالوا لي ان انت هتتكلم على المجموعه يعني بقيت حيران يعني ايه اللي ممكن الواحد يقوله مثلا على مجموعه قصصيه، يعني خاصه اذا كان هو اللي كاتبها. يعني هل اتكلم عن الابطال بتوع المجموعه، ولا اتكلم عن روح المجموعه، ولا اتكلم عن عالم المجموعه؟ هل ينفع او يحق ليا ان انا بعد ما كتبت المجموعه ان انا اصلا اتكلم عليها؟ يعني حضراتكم اكيد عارفين ان المفروض بعد ما الواحد بيكتب العمل ايا كان بقى شعر او قصه او غيره، يعني ان هو ما بيبقاش يعني ملكه، وبيبقى العمل ده زي يعني بعلاقته بيه زي علاقه حضراتكم بيه. ومع ذلك يعني انا هضطر ان انا ابص شويه معاكم يعني على الابطال بتوع المجموعه. هم 11 قصه قصيره. القصه الاولانيه بتحكي حوالين واحده ست وابنها
عبد الله وابو عبد الله اللي هو ابوه. الست دي يعني مصريه اصيله بتتكلم بتؤمن بربنا وبتعبده بقلبها، ما بتهتمش بالظواهر. يعني لما بتيجي تصلي ويحصل حاجه في البيت، في المطبخ، في الباب بيخبط، وهي مؤمنه بربها وهي عندها صلاتها بربنا، ممكن تقوم تفتح الباب او تقول لابنها افتح الباب يعني يا عبد الله وكده يعني، وهي بتصلي. فالمزعج ان يعني ان 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 بالنسبه لنا على الاقل، واعتقد ان حضراتكم شفتوا مشاهد من النوع ده كتير. القصه الثانيه بتحكي عن واحده اسمها عواطف، بنت مصريه عاشت مع اسره مكونه من 3 افراد صبيان، وابوهم بالتراكم وبتعبه بنى بيت واشترى شويه ارض وكده، وبنى البيت ده كل واحد من اولاد الصبيان اداله شقه من شقاه. عواطف اتجوزت واحد عامل سافر الخليج ومات بره وما سابش معاش او حاجه يعني، فاحتاجت الشقه اللي كان ابوها عايش فيها، رجعت لاخواتها تقول لهم ادوني الشقه، فقالوا لها لا انت حقك في الشقه طبقا للميراث، نأجر الشقة وتاخد انت زي يعني جزء من الإيجار طبقا للشريعة الإسلامية يعني. فهي طبعا ما تصورتش دون، لأنها أدت لإخواتها بكل حب وبكل إخلاص حياتها، وكانت بترقص في الأفراح بتاعتهم وتطبخ، وكانت بتساعد أبوها لأن هي كانت أختهم الكبيرة في المباني وفي الأرض وحاجات زي كده يعني. فإزاي حد يجرؤ يعني إن هو يتكلم على إن في ناس بتستخدم الدين في انها تظلم حتى اقرب الناس ليها. مش عايز اسرد حاجات كتير في القصه، ال 11 قصه قدامكم يعني، لكن اللي ممكن يخلي الواحد يعني حيران، وحتى لما يروح المحكمه ويسال يعني ويقف قدام القاضي، لان المره الجايه احنا هنقف قدام القاضي، مش عارف يعني هل يدافع عن ال 11 بطل دول يعني، هل يقول للقاضي يعني إذا كان حضرتك مش عاجبك أنت والشاكي أو المجتمع رؤية الحداشر بطل، ممكن تجيبهم وتحكمهم؟ يعني أنا مجرد راوي، أنا واحد يعني قصاص بيكتب قصص، لا أنا أم عبد الله ولا أنا أبو عبد الله ولا أنا عبد الله ولا أنا عواطف ولا أنا أخواتها الصبيان الثلاثة ولا أنا أبوهم اللي مات. لما نيجي نتكلم يعني معروف من قبل الميلاد إن الراوي لما بيجي يتكلم ما بيقولش وجهة نظره، هو بيتقمص شخصية اللي بيكتب عنها. لو كان حرامي أو كان رجل دين أو كان شاعر يعني معرفش، هل إحنا يعني هنتكلم في حاجات بديهية في القرن 21؟ بس مش عارف يعني، ما هو انت يعني قدام مجتمع زي كده، في يعني للاسف في مجتمعنا اللي احنا بنحبه واللي احنا مأمنين بيه واللي احنا نفسنا يبقى يعني احسن مجتمع والناس عايشه فيه افضل عيشه ومتحقق لها كل الامان والرعايه، مجتمع زي ده لسه في ناس بتفكر بالشكل ده؟ احنا انا بالنسبه لي يعني مانيش كارههم، حتى اللي قدم الشكوى، حتى القاضي اللي حكم، حتى المخبر اللي شهد والضابط اللي شهد، يعني انا ما فيش خصومه بيني وما بينهم، انا بتمنى لهم كل الخير. يعني زعلان عشان ان هم دماغهم واصله ان هم ظل الله على الارض، اذا كان ربنا اللي خلق البشريه دي كلها ادانا الحق يعني، اذا كانت القصص اللي هم بيدافعوا عنها في الاديان الثلاثه السماويه اللي احنا عارفينها بتقول ان في احد الملائكه اعترض على ربنا وقال له انت ايه اللي عامله ده، انسان ايه ده اللي انت عايز تفضله عننا، ربنا ما خافش بيه الارض ولا حاجه يعني. قال له طب يعني اذا كان الشخص ده اللي اسمه الشيطان يعني تحدى ربنا وقال له انا هوريك قد ايه البني ادم ضعيف، حاجات كتير يعني. القصة عموما في كل الأحوال يعني أبطلها يعني
ما هماش لا ملحدين ولا هم كفرة، أبطالها ضد الإتجار بالدين. القصة في مجملها في تقديرنا الشخصي، ما عرفش إن كانت قريتي ليها صح ولا غلط، في هي قصص بتدعو للتدين. بس أنهي تدين؟ التدين اللي فيه سلام، التدين اللي جوه، اللي بيخلي روح البني آدم فيها براح، اللي بيخلي روح البني آدم تدي أكتر، ما تاخدش، ما يسرقش، ما ينصبش، ما يروحش يحج بيت ربنا ويجي يتاجر في الأراضي زي أحد الأبطال، ما يروحش الجامع يتركع ركعتين وبعدين يطلع يغش، لا، يبقى زي معروف أحد الأبطال، زي ناس كتير جوه العمل بتقول كأبطال. إحنا الدين عندنا جوانا، علاقتنا بربنا مفتوحة، مش محتاجة أماكن. محدش في الدنيا يقدر يحوش بني آدم عن أن يفتح قناة مع ربنا، ومع ذلك يعني الناس أصدقائي يعني المخبر والضابط اللي شهدوا يعني وقالوا أن القصة بتزدر الأديان، حتى المخبر ما بيعرفش يقرأ، يعني هو قال حتى في المحضر أنا ما بعرفش أقرأ، ولكن في التحقيقات قال أن القصة بتزدر الأديان. اللي عايز أقوله من الموضوع يعني إن, 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 إن للأسف بينت القصة دي أو الخناقة اللي حصلت دي أو القضية يعني قد إيه إحنا بلدنا في أزمة، قد إيه صوت المثقفين في البلد دي مش مؤثر. يعني أصدقاء كتير وأغلبهم معرفهمش كتبوا معان إن ده فضيحة، إن محاكمة أحد الناس أو أحد الكتاب عن أبطال بيقولوا رأيهم في شكل قصص فضيحة بالنسبة للبلد. يعني سياسيين وكتاب بقصة، حتى هيئات شبه رسمية زي لجنة القصة اللي تبع للمجلس الأعلى للثقافة طلعت تقرير، في تقديري تقرير كويس، لو إن حتى القاضي مش فاهم، ولو إنه بيزعل إن إحنا بنقول له أنت ما أنتش فاهم في الأدب، عشان كده رد علينا في الحكم اللي أيده، اللي أيد الحكم بتاع أول درجة، وقال يعني إيه الأدب؟ قال الأدب هو إنك تأدب الناس، قال كده في الحكم، وقال اللي كتبه كرم ده قلة أدب، وعشان كده النص الدستوري ما بينطبقش عليه. وقعد طبعا اتكلم عن يعني كأنه ناقد أدبي، اتكلم عن المدارس الأدبية المختلفة ورأي الفقه في الأدب، كأني الأدب ما ظهرش إلا مع ظهور الإسلام، كأن العرب، حتى العرب مش هنقول المصريين اللي احنا بنقول حضرتهم سبق الأديان، لا، كأن العرب ما تعرفوش أو ما كتبوش شعر ولا قصص ولا كانوا بيحكوا في البراري وبيقولوا عن ربابة حكايات، حتى حكايات غجرية قبل ظهور القرآن. كأن احنا تاريخنا بادي، وحتى أني قرآن انت يعني هو ده القرآن، انك تفتح قلبي وتقول ان انا لاني عرضت لوجهة نظر الشخصيات دي ابقى كافر، في احد الحتت يقول ان انا كافر ويقول ان انا ملحد ويقول ان انا شيعي ويقول ان انا صوفي ويقول ان الكتاب ممقوت ويتهمني اتهامات شخصية وللأسف بذيئة. يعني انت احنا فين؟ ايه ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده يعني؟ والزملاء المحامين معظمهم يقول لي انت في 95% هيتقيد عليك الحكم، هتاخد ال5 سنين. ما قعدت افكر شوية يعني ايه اللي بيني وبين الناس دي؟ لانا يعني في خصومة شخصية بيني، لا بيني وما بين القاضي ولا المخبر ولا ضابط الشرطة ولا موظف الأوقاف اللي هو اللاعب الرئيسي، يعني هو والصحفي اللي قدموا البلاغ. طب ايه الموضوع يعني؟ ما عرفش يعني حضراتكم قريتوا المجموعة ولا لا، بس انا في تقديري بصرف النظر عن المجموعة من ناحية الفنية او غيره، لكن الجزء الفلسفي اللي في المجموعة
اللي على لسان الأبطال مش على لساني هز مشاعرهم، عرفهم هم قد إيه ظلمة وقد إيه جواهم مظلم. لما تظلم أختك وتحرمها من الميراث، لما يعني تحلل زرع جارك ليك، لما تتاجر بالدين اللي هو أسمى حاجة وتاخد بيها شقة الناس، لما تعمل كل ده يعني اتخضوا هم من الموضوع. في احنا جوانا ممكن يبقى كل الظلام ده، ابن الجزمة دون شايف ده، يعني هي المحاكمة بالنسبة لي. يعني لما بعايز ابقى اشوف ليه الناس دي عملت كده، يعني ايه هو اللي وراهم، بصرف النظر عن ان وراهم يعني حد زي الاخوان او سلطات او حاجات زي كده، بس الخناقة فين بالظبط؟ انا في تقديري ان المجموعة يعني خبطت أو فتحت يعني حتة صغيرة كده عشان تقول لهم شوفوا قد ايه انتوا من جواكوا. ما قالتش انتوا وحشين، بس قالت لهم بصوا كده شوفوا العالم جميل ازاي. يعني في حاجتين في المجموع، في دينين في المجموع، في دين الحب والسلام والبراح والسعادة اللي بتخلي الأخرس ان بيبقى سعيد ومبسوط. شوف يعني القرايتين، انا كان قصدي ان الشخص الأخرس ده اللي دربته جدته على انه يتعلم الحب، فيشاور على تقول له لما كده دي واحدة ست، ده راجل عنيف عنده شنبات، ده كذا، ان الأخرس بيكلم نفسه من خلال القصة وبيقول انا سعيد لان ربنا خلقني أخرس عشان لساني ما ينطقش حاجات مش كويسة، انا سعيد لاني اصنج عشان ودني ما تسمعش بزقات. هما اللي في عرضهم، لان هما عملوا يعني قراية للمجموعة، واحد من الفقهاء بتوعهم والفلاسفة كتب مذكرة كبيرة كده حوالي 40-50 صفحة، وكتب 11 نقد ل11 بطل او 11 قصة، وكان كل قصة بيقول فيها ان البطل كان المفروض يعمل كذا عشان يبقى مؤمن، ولانه ما عملش كذا فهو شيعي، والبطلة عملت كذا فلانها ما عملش كذا فهي مش كويسة، واي كلام شتيمة على الابطال، على ابطالي يعني انا مش عارف حتى ابطالي دول ما انا بحبهم اعمل ايه طيب، وعندي استعداد اخش 5 سنين سجن فيهم عشان ادافع عنهم، قعدوا معايا واستمتعت بيهم وحبيتهم وعرضت وجهة نظرهم. الحاجة التانية اللي خلتني ليه الناس دي عاملة كل المعركة على حاجة تافهة، واحد بيكتب قصص يعني وبيعرض رؤية بني أدمين عايشين معانا، غير موضوع الظلام اللي جواهم. في تقديري ان البلد دي حتى الناس الغلابة اللي هم أبطال المجموعة مش مسموح لهم حتى يتكتبوا على الورق في شكل قصص. يعني قد ايه السلطة، ايا كانت السلطة اللي بتحكم، سلطة دينية سلطة ثقافية، مش مسموح لك انت كواحد قاعد في قرية او قاعد بتسأل ربنا بتقول له انت فين يا رب عشان تنجدني، مش مسموح لك الاسئلة دي، مش مسموح لك تظهر تتكتب على الورق. انت مش طلبك انك تعيش عيشة كريمة، مش تحسن نوعية حياتك انك يبقى عندك مستشفى نظيفة تعالج فيها لما تعي، يبقى عندك مدرسة كويسة لما ابنك يروح فيها ما يتعلمش شرب المخدرات او الحاجات اللي مش كويسة يتلاقي مكان يتعلم فيه، مش يبقى عندك مؤسسة ثقافية جوه قريتك تعلمك قد ايه الفن والادب والموسيقى جميلة وتهذب حياتك. ده مش مجرد ده حتى مش مسموح بيه، ده انت مش مسموح لك يعني يا فلاح يا عامل يا مهمش يا اللي مالكش ذكر يا اللي ممكن تحط بقى انت شتيمة كتير لان انا لساني مش قادر يقولها، انك حتى تكتب في ورق. ازاي كتب ده في ورق؟ ازاي رؤية دول واحلامهم تكتب في ورق؟ لو حضراتكم من الريف، ويعني اعتقد ان
ان يعني حتى لو مش من ريف فليكوا قريب. كل الحاجات اللي في القصص على فكره طبيعيه جدا، يعني حتى اللي بيفطر في رمضان، ناس كتير عندنا في الغطان بتعمل ده. اللي بيكلم جاموسته لما بجاموسه بتموت عندنا في الريف ممكن يعمل عليها مندبه اكتر ما ابنه لما يموت، لانها مصدر رزق. وكتير حضراتكم بتشوفوا في الجنازات ناس بتحاكم ربنا وتفضل تقول له انت خدته ليه، عمل ايه، وبيقولوا كلام اكتر بكتير جدا من الشعراء وكتاب كتير كتبوا اكتر من كده. فانا عايز اعرف ايه هو اللي مزعج قوي في حاجه تافهه مجموعه قصصيه يتعمل عليها ده، وهيحبس كاتب عليها او كاتبها بخمس سنين؟ يعني عمل ايه؟ يعني ايه فرحانين قوي يعني ان انتوا ما تدفعوا يا مجتمع يا نظيف اللي ما فيهوش ظلم وكله جمال وكل الناس ماشيه وعلاقات متسقه وما فيهاش هزايم ولا انكسارات، يا مجتمع يا اللي زي كده ما تشوف اللي بيسرقوكم، ما تشوف اللي بياخدوا الحاجات الجميله من حياتكم. ايه بتتشطروا على كاتب ما عندوش حاجه؟ يعني اخر الليل بيقعد هو ورقه ايا كان بقى شاعر ولا كاتب، يعني ايه الازمه في ده؟ يعني ايه الحكايه؟ يعني ما اعرفش، يعني احنا هنروح الجلسه في 5/6، مع ان الزملاء المحامين كلهم اللي شغالين في القضيه بيقولوا لي يعني ان صعب جدا ان انت تغير عقيده القاضي، رغم ان في نص دستوري على فكره، وكل المحامين قالوا لي ان احنا هناخد براءه ومطمنين لان النص الدستوري واضح الغاء العقوبات السالبه للحريه. ومع ذلك ومع وجود نص دستوري انت في بلد ما تعرفش السلطه بتقدم ايه، بتقدم ايه نموذج لينا؟ البلطجه لما انت كقاضي ما بتلتزمش بالنص الدستوري، يقول لك اصل القانون. طب ما انت يبقى في نص دستوري وفي قانون، الدستور طلع بعد القانون وانت مختلف، حولها يا سيدي المحكمه الدستوريه. بتحولهاش ليه؟ بلطجي يعني؟ ولا دي البلد دي ماشيه فوضى؟ بتقدموا ايه نموذج للافراد يعني؟ صرف النظر عن انت يا عم، انا من وجهه نظرك المجموعه مش كويسه وبتزدر الاديان، وفتشت في قلبي وتلاقيت ان انا كافر وملحد وشيعي وصوفي وكل الحاجات دي اتجمعت فيا، بس في نص دستوري طلع يا عم ما حلتهاش للمحكمه الدستوريه. فيعني انا بشكر حضراتكم، والموضوع يعني اتمنى ان احنا مثلا يعني نطلع من الموضوع ده. يمكن موضوع القانون اللي هو نص الماده 98 اللي بسببها احيلت القضيه دي للمحاكمه، يعني اتمنى ان حملتنا يعني وحضراتكم يعني نساهم في تعديل النص ده لانه بيتعارض مع نص دستوري. شكرا واسفين لازعاجكم يعني.